بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. قال رب يسوع: من شكك واحدا من هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه رحى الحمار ويزج به في عمق البحر. الويل للعالم من الشكوك، فلابد أن تقع الشكوك، ولكن الويل لمن تقع الشكوك بسببه. فإن كانت يدك أو رجلك سبب عثرة لك فاقطعها وألقها عنك، فخير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع أو أعرج من أن يكون لك يدان أو رجلان وتلقى في النار الأبدية. إن كانت عينك سبب عثرة لك فاقلعها والقها عنك، فخير لك أن تدخل الحياة بعين واحدة من أن يكون لك عينان وتلقى في جهنم النار. انظروا لا تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. فخير لك أن تدخل الحياة بعين واحدة من أن يكون لك عينان وتلقى في جهنم النار. إخوتي وأخواتي، نجد الله. مثل ما سبق بإحدى الرياضة الروحية حكينا فيها عن طريق الضيق، نشوف اليوم يسوع بهذا النص اللي 4-5 آيات. شوف يسوع كتير حازم وكتير يعني بيعطي إعدام، يعني حدا بشكك يلقى في عنقه رحى الحمار ويزج به في العمق البحر، يعني تختنق ومغروق، يعني هذا شيء ما فيش مساوم عليه. فهذا الشيء بخلينا هيك شوي نتأمل ونروح بالعمق أكتر. بتعرفوا نحن عايشين بعالم ما بننتمي لإله. مرمولوس بيقول إنه بمحل محلات نحن عم نسعى إلى المدينة الباقية اللي هي حتبقى، اللي هي هاي مدينتنا، لأن مدينتنا في السماوات. ويسوع كمان بيقول إنه أنتم بالعالم بس أنتم ما بتنتموا بالعالم. فقدام هيدا الشيء كل نهار بحياتنا نقطع بكذا فخ ممكن يخلينا نتعلق أكتر وأكتر بمنطق العالم الأرضي هون. وهون يسوع عم بيكون كتير حازم معنا وعم بيقلنا انتبهوا من كل هالفخاخ. بتعرفوا بيقولوا هيك عن الخطية أو عن التجربة، انه هي مثل الحيه. كيف مثل الحيه؟ مثل الجلد الحي بيكون كثير ناعم ومثل منظرها هيك كثير انه خليني المسها، بس هي فيها سم تقتلك. قصة التفاحه من برا كثير حلوه وكثير طيبه بس من جوا كلها مليانه دود. هيك بتيجي الخطيه، وهيك هيك كل شيء، هيك المنطق العالم الزايف الارض الفاني هو هيك بجرب يجذبني بطريقة، بس من جوا فراغ. ولهالسبب بس أنا كل واحد منا يمكن أو كان أو هلأ معلق بدوامة خطية معينة معلق فيها، بروح بيعملها كرمال لأنه أساس أنه بتعطي السلام من برا، مبين أنه بتعطيك سلام، بتعطيك فرح، وكأنه هي الهيرو تبعك، هي الخلاص. بس تخلص شو بيصير؟ تحس بالسم تبع الحي. فهذا هو الفخ. بينما المنطق الثاني، المنطق المسيحي، هو طريق الضيق، هو
يمكن من برا انه ما في شيء هيك بيجذب، انه صليب وألم وبك تتبعني بك تحمل صليبك وبك تمشي بالطريق الضيق و... بس كله هو الأبعدين. قصة هالحب تكون عم نبلشها من هلأ لنعيشها لبعدين مع ربنا بالحياة الأبدية. وهون يسوع بيقلنا انه اذا انت كانت اجرك سبب سقوطك، سبب عثرة لإلك، اقطعها. مش يعني جسديا تقطعها، نحكي سيمبوليكلي، يعني اذا كان انت اجرك عم بتوديك على المحل الغلط لتوقع بالخطية، بك تشد حالك، بك تروض حالك، بدك تجاهد. الحياة الأبدية اللي ناطرتك ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله. كل شيء أنت شايفه هو أكتر من هيك، كل شيء أنت ممكن تحسه أكتر من هيك، كل شيء ممكن الحي أو الخطية تجذبك هو ماشي قدام الحياة الأبدية. فبدك تجاهد تقدر تستحق نال هيدي الحياة الأبدية. فالسؤال هو هون، هل يا ترى أنا عم جاهد؟ أو أخذ حياة المسيحية هيك سطحية شالو؟ شو عم بعمل؟ بالأول شو بيقول؟ من شكك واحد من هؤلاء الصغار المؤمنين بي، يعني أنا كمسيحي أيام يكون مصدر شك لشخص مسيحي آخر. بتعرفوا هذيك المرة، مش هذيك المرة، أنا وصغير، يعني كان في حدا، كان في مرة هيك قاعدين هيك قاعدين أنا ورفيقي، وثاقبت إنه كان بتعرفوا في موسم الزيتون بيطلعوا الرهبان بيقطفوا الزيتون، وكان في ثاقبت، كان في جروب من أشخاص علمانية موجودين معهم عم بيقطفوا كمان الزيتون. فاللي صار إنه هن عم بيقطفوا كل شيء، هن ونازلين، بيقوم حدا من الشخص العلماني بيطلع بيقول بيسب، فبيقوم رفيقي بيقول لي شفت حتى الرهبان وبتسب ومدري شو، أنا ما بقى حفوت على الكنيسة. وفعلا ما بقى فات على الكنيسة. فأنا الكلمة اللي عم بقولها أو الشيء اللي عم بعمله، يعني يمكن أنا مثلا إجري عم تخدني على محل غلط، يمكن في شخص ولا واقف هونيك عم يطلع لك إذا هذا المسيحي اللي هو مدعو إنه يشع النور ويعكس المسيح وهيك، ها هي المسيحية، ها هي المسيحية، هلا تفوفاش شو بدي بالمسيح، خليني نروح لعند. بتفهموا قديش يسوع كان، من شكك واحد من هؤلاء الصغار بي فخير له أن يعلق في عنقه رحى الحمار ويزج في عمق البحر. بتعرفوا هيدا الجهاد اللي عم نحكي عنه هو برهان لقديش نحن منحب يسوع. شو قال؟ ما في حب أعظم من الإنسان يبذل ذاته عن سبيل أحبائه. هيدي الآية إذا كل واحد منا بيقدر يحققها ببصم أكيد خلص صرنا قديسين. تخيلوا بعد عمر طويل، ما بعرف متى، بس إن شاء الله بعد عمر طويل أو قصير ما بيهم، التقيت بربنا وصار هالحوار بينه وبين ربنا. قلت له يا يسوع، هل يا ترى أنت عن جد بتحبني؟ بيفتح إيدي، فرجيني جروحاته، وبيقول لي هل قد بحبك؟ تحملت كل هو ليه كرمالك؟ يسوع جاهد، مش عم بيقلنا أنه جاهد وهو ما جاهد، إيه؟ لا، أنا جهدت، يسوع عم بيحكي جهدت وعملت كل شيء وقلت لك أنه بحبك. فيسوع بيسألني، وأنت بتحبني؟ بقول له أنا أكيد بحبك، أكيد بحبك. قال لي كيف؟ فرجيني، أنا فرجيتك، فرجيني شو حامل بهال 30 سنة 40 سنة 50 سنة 100 سنة اللي عشتهم، شو جمعت؟ دفع
تفاحة معفنة، السم الحية، أو قدرت بقلب كل تجاربك تكون عم تبرهن عن حبك لإلي وضلك ثابت. فهذا الفرق بين منطق العالم الفراغ ومنطق ربنا يلي هو كله العشق. كنا عم بقصة بصلاة المساء شوف مثلا مار شربل انه ما كان يدوق حبة العنب. انا بقول اكيد راح اكثر من هيك بكثير يعني، بس هن لخصوها بس بهيدي الشيء. بس تخيلوا معي انه شو هالانسان السكر بربنا لدرجة انه حرم حاله من قصص كثيرة ليكون عم بيستعد ليلتقى بربنا. هالقد سكر فيه، بطل تعني له كل شيء، لك حتى جلد الحي المالس ما بقى بتعني لي. في شيء أكثر جذبني هو يسوع. فإن شاء الله كلنا سوا نقدر نكون عن جد عم نجاهد، وإذا عيننا عم تاخذنا على محل غلط خليني سكر الباب على الخطية، إذا إيدي عم تاخذني على محل غلط سكر الباب على الخطية، إذا لساني عم سرسر وعم بحكي خليني أقطش الخطية. قديش بعد بقينا؟ 10 20 30 40 سنة؟ خلينا نجاهد هلا وبكره نعيش للأبد.